قصة بائع اللبن إمام سوجو في تركيا الذي خلده التاريخ وأقيم له تمثال. هذا هو عنوان هذه القصة التي سنتحدث عنها في هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة. قبل أن نواصل عزيزي المتابع، ندعوك إلى الاشتراك في قناتنا وإلى زيارة موقعنا الذي سنترك لكم رابطه أسفل هذا الفيديو. عندما سقطت الخلافة العثمانية، بدأت كما هو معروف الدول الاستعمارية في تقاسم أراضيها، ولقد وصل الاحتلال حتى إلى تركيا نفسها، ومن بين القوات التي دخلتها القوات الفرنسية التي دخلت ولاية قهرمان مرعش. هذه الولاية تقع في جنوب تركيا، ولقد كانت كل نسائها يرتدين الخمار آنذاك، وفي إحدى جولاته رأى الجنرال الفرنسي الحاكم بعض النساء وهن يمشين بغطائهن، زجرهن آنذاك قائلا: لقد ذهبت دولتكم وأنتن الآن تحت الحكم الغربي فاخلعن حجابكن. رفضت النساء ذلك بشدة، فما كان من هذا الفرنسي سوى أن مد يده ليخلع الحجاب عنهن. ولقد كان بقربه آنذاك رجل تركي يبيع اللبن وكان اسمه إمام سوجو، وتتكون كلمة سوجو من كلمتين: الكلمة الأولى هي السوت التي تعني اللبن، فيما تعني الكلمة كاملة بائع اللبن. ولما رأى سوجو ذلك المنظر، أخذته حمية المسلم وغار على النساء، فاستل المسدس من حزام الجنرال وقتله به. وإثر هذه الحادثة قامت ثورة عارمة أدت إلى طرد العدو الفرنسي وتحرير مدينة قهرمان مرعش. وفيما بعد أقيم تمثال اسمه إمام سوجو محرر ولاية مرعش، تظهر فيه امرأة محجبة والجنرال يمسك بالحجاب محاولا أن ينتزعه منها، فيما يقوم بائع اللبن بقتله بالمسدس. ولقد أصبحت قصة هذا البطل تدرس في المدارس التركية. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا التقرير، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.